أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. وأخبار اليوم سأبدأها بسيرة تورك أولو، حيث في استطلاع الرأي الذي نظمته صفحة تركي سي هي تي في بولس، يعني استطلاعات الرأي التلفزيونية التركية حول من هو أفضل ممثل وممثلة في المسلسلات التركية لشهر ديسمبر لسنة 2023، فازت فيه سيرة تورك أوغلو بالمركز الأول كأفضل ممثلة في سلسلة شراب التوت البري بحصولها على 18,228 صوتا، يعني بنسبة 32.7%. وخليل إبراهيم جيهان أيضا جاء في المركز الأول بحصوله على 23,223 صوتا بنسبة 24.7%. كأفضل ممثل في المسلسلات التركية، يعني كأفضل ممثل في سلسلة السلة المتسخة. كما أيضا أصدقائي، فاز مسلسل شراب التوت البري هو أيضا بالمركز الأول بحصوله على 13,849 صوتا بنسبة 27% كأفضل مسلسل تركي لشهر ديسمبر لسنة 2023. كما أيضا أصدقائي، سيلا تورك أوغلو ودوغان في نفس الاستطلاع فازوا بالمركز الأول كأفضل ثنائي في المسلسلات التلفزيونية التركية لشهر ديسمبر لسنة 2023، يعني بشخصية دوغا وفاتح في سلسلة شراب التوت البري، حيث حصلوا على 11,530 صوتا بنسبة 26.7%. تهانينا لهم، دخل العام الجديد بحصولهم على مركزين أولين جيدين حول أفضل ممثل وممثلة في مسلسل تركي وحول أفضل خمس ممثلات وممثلي لعام 2023، حيث سيلا أيضا فازت في المركز الأول بحصولها على 483,009 صوتا، وفازت على أشهر النجمات، يعني على ديميت أوزديمير وإلتشن سانغو وتوبا بويكوستون ونسليهان أتاغول. كما أيضا أصدقائي، خليل إبراهيم جيهان كما قلت البارحة فاز أيضا بالمركز الأول ب 510,884 صوتا. يعني أصدقائي، الحمد لله، بدأ كما قلت هذا العام ببداية جيدة. أتمنى أن يكون هذا العام عليهم ميمونا، ونأمل أن يكون عاما نتحدث فيه عن نجاحاتهم ومشاريعهم الجديدة. وأيضا أصدقائي، اليوم سيلا وخليل موجودين في قائمة أطباء اليومية، حيث سيلا حصلت على المركز الرابع وخليل على المركز السادس كأكثر المواضيع تحدثا. يعني سيلا وخليل ما شاء الله لديهم قاعدة جماهيرية حقيقية تحبهم وتهتم بهم وتدعمهم، إنهم محبوبين يعني في العديد من المدن. نتمنى لهم إن شاء الله بداية عام جيد. كما أيضا أصدقائي، بعض محبين السيرها البارحة عندما شاركت سيلا تورك أوغلو صورها وفيديو لها وهي تحمل باقة الورود وسعيدة ومرحة، هناك العديد من ظنوا أن سبب الحركات اللطيفة والابتسامة التي تنبع من قلب سيلا سببها خليل إبراهيم جيهان، وأنه هو من أهداها هذه الباقة لأنها تعني الحب. ولكن يا عالم، باقة الكوكينة التي كانت في يد سيلا تورك أوغلو لا تعني أن هناك شخص ما أهداها لها، لا بل هم في عاداتهم وتقاليدهم يشترون هذه الباقة لأنفسهم، يقولون من أجل جلب الحظ لهم. يعني من الممكن أن تكون سيلا تورك أوغلو اشترتها لنفسها، يعني في أغلب الدول الذين يحتفلون برأس العام لديهم نفس هذه الفكرة، أن هذه الزهرة تجلب لهم الحظ. بحسب الشائعات أنه إذ لم تتعفن أوراق زهرة الكوكينة وثمارها الحمراء أو تدبل لمدة عام واحد، فإن صاحب الزهرة سيصبح يعني إنسان مهم أو مثل هذا القبيل. كما أيضا أصدقائي، سيلا تورك أوغلو شاركت صورة لها على حسابها الخاص الانستغرام وهي ترتدي الأبيض وبندا على رأسها أيضا في الأبيض كالعادة، ما شاء الله يعني جميلة. والعديد أعجبوا بهذا الستيل وقالوا نتمنى أن تنشر سيلا تورك أوغلو العديد من الصور وأن ترتدي البندات الخاصة بها لأنها تبدو رائعة جدا وتليق بها. يعني أصدقائي، أي شيء سيلا ترتديه يليق بها ما شاء الله عليها. كما أيضا التقطت سيلا تورك أوغلو صورة لها بنفس الملابس وهي مع عائلتها. المهم أصدقائي، أتمنى لسيلا ولخليل إبراهيم جيهان بالطبع التوفيق والنجاح سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية، وإلى اللقاء.